بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. النهاردة هنتكلم عن مديول 7 TCP/IP Addressing و Name Resolution. ما نسيتش الريكفري كونسول طبعا، هو ملف صغير زي ما قلت لكم هعمله لكم، بس انا قلت استفيد من الوقت خصوصا ان لقيت TCP/IP جاي في مديول 7 هنا، والموضوع ممكن يتعمل بسرعة ونقدر نتكلم في مديول 7 بسرعة قبل ما نحل موضوع الجهاز بتاعي عشان اعمل لكم ريكفري كونسول والاكتف دايركتري. فالنهارده هنتكلم عن التي سي بي اي بي ادريسنج. التي سي بي اي بي طبعا هو بروتوكول انتوا عارفينه، بروتوكول بيستخدم على النت، هو بروتوكول مايكروسوفت، من غيره ما ينفعش الاجهزه تتكلم مع بعض. الحقيقة انا مسجل معاكم طبعا بعد يوم عمل مرهق، فمعلش لو لقيتوني بتكلم المرة دي بقى على بالي شوية. البروتوكول هو طريقة لنقل بيانات من جهاز للتاني. انا بتكلم معاكم دلوقتي، اكيد في وسيله معينه انا بستخدم بيها الحنجره بتاعتي وبستخدم بيها التانك بتاعي او اللسان علشان اعرف اطلع الكلام بحيث يوصل لكم كلام. طبعا عقلي بيخبيب يعني عامل قوانين لي بحيث ان انا استخدم اللغه العربيه، لان المفروض اللي هيسمعوني او الاجهزه اللي انا براسلها دلوقتي لو اعتبرتكم اجهزه المفروض ما بتفهموش، او يعني اللغه الاساسيه بالنسبه لكم المفضله هي العربي، فلازم انا اتكلم باللغه العربيه. طب وبعد كده ممكن ادور هل انا ممكن اتكلم بانهي لهجه، فهشوف مثلا طب ممكن اللهجه المصريه باعتبار ان هي اللهجه الدارجه في وطننا العربي. القوانين دي كلها اللي انا عمال اتكلم فيها، ويمكن هتقولوا الراجل ده بيقول لي ايه الكلام ده كله، ده قوانين انا لازم اعملها علشان الداتا اللي انا بقولها دي دلوقتي اللي انتوا بتسمعوها تعرفوا تسمعوها كويس. البروتوكول ما هو الا وسيله بتخليني اقدر ان انا انقل بيانات من جهاز لاخر، بغض النظر بقى كانت البيانات دي ايه. التي سي بي اي بي طبعا هو بروتوكول مايكروسوفت. دايما لما بنيجي نشرح حتى البروتوكول بنقول انت في اوضه وفيها واحد صيني وهندي وياباني وبيتكلموا كل واحد بلهجته بلغته، فبالتالي مش هيفهموا بعض، لازم يتكلموا بلغه مشتركه اللي هي الانجليزي. فنقدر نقول ان مايكروسوفت هي بتعادل انجلترا، والتي سي بي اي بي هو بيعادل اللغه الانجليزيه، فبالتالي خلاص اللغه الانجليزيه بقت اللغه الرسميه دلوقتي على الجلوبال او على مستوى العالم. لذلك فانت مطالب ان انت تعرفها، عشان لو رحت مثلا ايطاليا مش هتعرف تتكلم ايطالي، هتتكلمه انجليزي. دي فكره التي سي بي اي بي على فكره. هو البروتوكول الدارج على الانترنت، انت ممكن تكونكت على جهاز يكون شغال بيونكس لينكس شبكه نوفيل مش حاجات مايكروسوفت يعني، وبرضه هتعرف تخش عليهم وتتعامل معاهم والكلام ده. ليه؟ لان هم بيستخدموا بروتوكول واحد ما بينهم وما بين اي شبكات اخرى اللي هو التي سي بي اي بي. طبعا هنتكلم عن الاي بي ادريسنج اللي هو المفروض عنوان بيبقى موجود على الجهاز بتاع الكمبيوتر. يعني لو اجي اشوف دلوقتي السلايد الثاني، احنا هنا بنقول هاو تو كونفيجر الاي بي ادريسنج، الفاير وول، ترابل شوتنج اي بي ادريس، ديترمينينج ماشي اوكي. طيب شوفوا يا جماعه، انا ما اقدرش اكلمكم على كونفيجر اي بي ادريس غير لما اتاكد ان انتوا فاهمين يعني اي بي، يعني ايه اي بي ادريس. بصوا يا جماعه، الاي بي ادريس بكل بساطه بيبقى رقم للجهاز، كل جهاز عندي لازم يبقى له الاي بي ادرس او الرقم دوت. الرقم دوت بيتكون من 4 ارقام، الحقيقه مش رقم واحد، هو 4 ارقام، بيبقى في نقطه ما بين كل رقم. الرقم الواحد مسميه اوكتت او اوكت، تمام؟ يبقى انا عندي اوكتت 1 اوكتت 2 او المقطع الثاني، يعني المقطع الثالث المقطع الرابع. طيب
كل مقطع من دول لازم يبقى فيه رقم من 0 ل 255. يعني ما ينفعش اجي اقول لك في اي بي رقمه 300 100 101 مثلا، 100 101 مفيش مشاكل، انما 300 ده مش في الرينج من 0 ل 255. طبعا طبعا الناس اللي اشتغل يعني يا ريت الناس تسمع شغل الاخ محمد سمير في السي سي ان ايه، هيفهموا اكتر في الـ في الاي بي ادريسنج، ومفروض ان هم هيفهموا ليه ما بيستخدموش الزيرو وليه ما بنستخدمش ال 255، يعني الرقم من دول ما بنستخدمهمش في الطبيعي لان بيستخدموا في حاجات تانية يعني البرودكاستنج والكلام. فاحنا الهدف دلوقتي عندنا بس ان احنا نبقى عارفين ان ده شكل الاي بي ادرس. كل رقم من دول يا جماعه لو جيت احوله الباينري بيتحول ل 8 بت، فبالتالي ال 8 بت هنا والاخت ده 8 بت والاخت ده 8 بت والاخت ده 8 بت، يبقى انا كده عندي 32 بت دي اللي بتكون لي الاي بي ادرس. لان يعني طب ازاي احنا بنحول الرقم؟ يعني انت رقم 255 ده لما باجي احوله ل 8 بتات او ل 8 واحد وزيرو. وفي طريقه بسيطه قوي هديها لكم هنا، طبعا انتم المفروض عارفينها برضو، الواحد والاثنين 4 8 16 32 64 128. طيب لو انا جيت قلت لك دلوقتي انا عندي رقم 6 مثلا عايز احوله الباينري ولا حاجه، هاجي للستة دي الاقي ان هي حاصل او هي جمع 4 و2 مع بعض، يبقى حاجه احط واحد هنا وواحد هنا واجي احط اصفار هنا. لاحظوا كده انا هحط اصفار لان انا ما استخدمتهمش، ما ساعدونيش في ان هم يكونوا لي رقم 6. طيب يبقى انا كده 6 ده بيساوي من الشمال لليمين هيساوي ايه؟ هيساوي 0 0 0. عندي كام؟ عندي 0 اهي كمان 4 اصفار، وعندي هنا 0 1 1 0. يبقى انا 6 بيساوي لي 4 اصفار 0 1 1 0. كده انا حولت الرقم ده الباينري. طبعا محتاج بقى لسه احول، انا حول يعني على ان انا حولت الاوكت ده، فلسه عندي ده ولسه عندي ده ولسه عندي دوت. طيب بالنسبه لو عايزين نتكلم على الاي بي ادريسنج تاني، عايزين نقول ان الاي بي ادرس في منه اي بي ادرس ريل، خليني اسميها ريل وخليني اقول فيرتشوال. اوكي اسمحوا لي ان انا استخدم المصطلحين دول. في اي بي هات ريل وفي اي بي هات فيرتشوال. ايه المقصود؟ ولا حاجه. المقصود بكل بساطه ان الاي بي الفيرتشوال هو اي بي مش هيظهر على النت، مش مستخدم على النت. يعني خليني اكون صريح معاك، انت هتعمل شبكه، هتعمل لان، هتحط الاجهزه بتاعتك. سي عملت لان بسيطه 5 اجهزه، جيت هتحط في كل جهاز اي بي، من حقك تستخدم اي اي بي انت عايزه، مفيش اي مشاكل. طيب لكن هل ممكن الخمس اجهزه دول يخشوا على النت بنفس الاي بيهات ديت اللي انا مديها لهم؟ لا، لان انا الاي بيهات اللي انا مديها لهم دي بنسميها فيرجن. الريل اي بي المفروض بيأساين بمين؟ مين اللي بيديني الريل اي بي؟ اللي بيديك الريل اي بي الانترنت سيرفيس بروفايدر بتاعك، انت شغال مع مين؟ تمام؟ شغال مع انهي شركه موفره خدمه انترنت؟ تمام؟ فشركه الشركه الموفره لخدمه النت عندي هي هتديني ريل اي بي. ده اي بي اي جهاز بقى على النت عاوز يخاطبني هيخاطبني من خلاله، هيعرفني من خلاله. انما الفيرتشوال اي بي اللي على جهازي هو ما تفرقش معاه، مش عايزه مني. طيب خليني برضو ادي لك مثال بسيط. زي مثلا ان انت عندك 3 اجهزه دول، 3 اجهزه دول مربوطين بسويتش، والسويتش مربوط بدي اس ال مودم ودي